الفنان أحمد مجدي، أهلا بيك في صباح العربية. النهاردة لو هنتكلم على وعد إبليس اللي مازال بيعرض على شاهد، التيمة بتاعت وعد إبليس اللي هي الشيطان وتأثيره على بعض الناس، يمكن اتقدمت في أشكال كتير قبل كده، دراما وسينما، لكن انتوا قدمتوها بشكل مختلف شوية. كلمني كده عن الموضوع. هو زي ما حضرتك بتقولي، فعلا أكتر حاجة كانت عجباني وكنت شايفها مثيرة في العمل إزاي ممكن نقدم يعني فكرة أو فورمات اتعملت كتير قبل كده، يعني في السينما وفي الدراما وفي الأدب، إزاي تقدم بشكل معاصر وبشكل مختلف. وأنا سعيد جدا أنه ده يعني حصل التوفيق ده، بداية من السيناريو كان باين جدا أن القصة يعني محبوكة بشكل جديد واستثنائي، والإضافة للممثلين والشخصيات كانت برضو مختلفة، وكلهم محطوطين في عالم معاصر ومتصور بشكل معاصر جدا، وفي لوكيشنز جديدة بإضاءة مختلفة، يعني تصور بصري خاص جدا. وأظن يعني المخرج والمدير التصوير الاثنين وفقوا في ده جدا. خدنا المشروع يا زين. أيوة إبراهيم، أنا سامي. سامي في ايه؟ فين زينة؟ يا زينة، زينة تعبت شوية يا إبراهيم، وقعت. احنا واخدينها دلوقتي في الإسعاف وطلعين بيها على المستشفى. هو البناء عادة بتاع القصة، يعني القصة الفاوستية، يعني عادة هو هيبقى يعني واقع في يعني في هو يحكي قصة تاريخية شوية، وانه ايه تاريخ هذه اللعبة يعني، او تاريخ هذا العقد يعني، وده اتعمل على طول بسهولة في أول حلقة، وتحقيق ده عن طريق يعني الجرافيكس، وتحقيق ده كمان بصرياً وبالألوان وفي القصص يعني الشخصيات وكده. الدور بتاعك يعني استعدت له إزاي، وكان إيه الصعوبات اللي واجهتك وإنت بتأديه؟ هو أنا قعدت مع المخرج كولين، وأنا قلت له أنا بشتغل إزاي عموماً، يعني أنا بحب أحضر إزاي، بالذات لما تبقى شخصية نموذجية كده، يعني شخصية من النماذج القديمة. وكان النقطة اللي احنا يعني اشتغلنا عليها ومتفقين عليها، انه ازاي هيبقى في شخص جميل ونموذجي ومهذب جدا وراقي ومش عارف ايه، ولكن ليه جانب اخر مظلم لازم المشاهد يحسه بس ما يشوفوش. انا اسف قوي، انا افتكرتك هتنبسطي وحبينا نعمل حاجة يعني كده لذيذة. أنا مبسوطة قوي. كنا خايفين عليكي وعايزين نطمن عليكي بجد. معلش، أنا عارفة إن أنا قلقتكم معايا. سوري. الكرو كان جزء منه مصري وجزء أجنبي، ومنهم النجمة بولا باتن. التعاون كان شكله إيه، واشتغلتوا مع بعض إزاي يعني حتى خلف الكواليس؟ كان الشغل مع يعني مع كرو، كان كمان كولين المخرج كان معاه كرو بتاعه كمان، فكان مهم جدا ومثير جدا، يعني انه ازاي هو بيحضر وازاي بيشتغل ودي هو مهتم بعناصر العمل. فده كان الحقيقه يعني مبهر وملهم بشكل كبير. وبالنسبه لبولا فهي نجمه كبيره، ومع ذلك هي كانت متواضعه جدا ولذيذه جدا في اللوكيشن. بتحضر ايه حاليا، وهل هنشوفك رمضان الجاي؟ والله يعني ان شاء الله في مسلسل انا بقراه دلوقتي، واتمنى في الايام الجايه كده يتحسم امره. وبس احنا دلوقتي في المرحله بتاعت انه في كذا طريق هنمشي، في انه طريق لسه ما اتحددش قوي. انت مقل في السنوات الاخيره، يمكن في السينما كان شغلك دراما اكتر، انت قاصد ده انت بتحب الدراما اكتر، ولا انت بتدور على ادوار معينه؟ هو انا فيما يخص السينما فانا زي ما بنقول يعني بيكي، يعني بحاول ان انا اقدم دور سينمائي يفتح لي افق فنيه جديده، وبحاول اعمل ده برضو في الدراما، ولكن في الدراما ده اسهل بكتير، لانه الدراما في كتير جدا، يعني في اكتر من يعني دلوقتي بقى كام، يعني 50 مثلا 60 مسلسل في السنه، لكن السينما الاعمال اقل،
والأعمال الجيدة الفنية اللي ممكن تمثل مصر في مهرجانات وحاجات كده أقل برضه، وده طبيعي جدا في العالم كله، يعني دي مش حاجة مثلا تخص السينما المصرية بس. فأنا بحاول دايما أبقى في الأعمال الاستثنائية دي. زينة أنت لازم تبلغي البوليس. بوليس إيه طبعا، لا ده إبراهيم، ده جوزي، ده الراجل اللي أنا حبيته ولسه بحبه على فكرة. هو لو بريء والدم ده مش دم خالد يبقى مفيش داعي للخوف. هل شغلك مع كرو أجنبي المرة دي يمكن يشجعك إنك تاخد خطوة ناحية السينما العالمية؟ والحقيقة أنا يعني دايما إحنا بنسعى لكن من غير صربعة ومش مستعجل على حاجة، وحسن وكل حاجة هتيجي في وقتها، يعني ده إيماني الشخصي عموما. أستاذ أحمد مجدي، مستنيين نشوف حضرتك، نشوف هيحصل إيه في الحلقة الأخيرة الأسبوع اللي جاي إن شاء الله في وعد إبليس، وبالتوفيق إن شاء الله. شكرا جدا حضرتك.